الشبلي من سلطنة عمان، الإلقاء كان من سلطنة عمان، من المنطقة العالمية، الأستاذ علياء الشبلي، وثالث مرة فجأة النهاردة أنا مش مجهزة كلمة تلقائية، أنت ملكة التلقائية، دايما تقول كلمتي مش عارف أقول وتقول أحسن كلام، اتفضلي يا أستاذ علياء. المرة الخامسة مذيعة مذيعة راديو في عديد من راديوات الخليج، اتفضلي يا أستاذ علياء، ما تزعليش مني أنا أنا معلش. شكرا كثير طبعا دكتور معتز للعطاء لي الفرصة للمرة الثالثة إني ألقي كلمة استجعارية. بعد ما سمعت الكلام الجميل من الأخوة والأخوات من الزملاء والزملاء الزملاء كل اللي أحب أقوله إنه بالفعل مصر ملتقى كل شيء جميل وعظيم. وبداية أي نجاح بالفعل مش لي أنا فقط أو لأحد ثاني، لا بالعكس لما تيجي تفكر وتركز بتلاقي بالفعل مصر بالفعل مثل ما أدري من وسماها، بس فعلا هي أم الدنيا. ولهذا الموضوع وبالفعل أنا بعد أرجع نفس كلام صديقتي زميلتي صفاء الثاني عن موضوع العروس، أنا بالنسبة لي المبادرة هي مبادرة خيرية وإنسانية وتركز على العمل الخيري، ونتمنى العمل الخيري مش موجود فقط في الإمارات إنما في كل الدول العربية، لأن بالفعل العروس هي أهم جزء لا يتجزأ من هالعالم، ومثل ما قلنا بالذات نركز على الناس اللي بالفعل محتاجين من الأسر المتعففة المتعثرة، وأيضا من أصحاب الهمم اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصة. فإن شاء الله بإذن الله الله يقدرنا على العمل الطيب هذا، يكون توفيق من الله سبحانه وتعالى وجهود منا جميعا. شكرا. شهادة تقدير أخرى في خلال هذه الاحتفالية للمنسقة الإعلامية الأستاذة علياء الشبلي من سلطنة عمان، وتسلمها الأستاذة صفاء إبراهيم القيادي. صديقة عزيزة للأستاذ صفاء السلمي وعميل دويتو إعلامي جامد جدا في دبي، خصوصا في المبادرة الإنسانية للعالم. بالظبط. طب قولي كلمة عن فضلك. كلمة بسيطة. أولا يعطيكم العافية كلكم، وإن شاء الله دوم كذي مصر تعودنا على هذه الاحتفالات الجميلة. احنا جايين من الإمارات بخصوص موضوع نبي نشارك فيه مبادرة وهي تفريح العروس. ولكن من هي العروس؟ العروس انها تكون من اصحاب الهمم اي الاحتياجات الخاصه، او انها تكون من الاسر المتعففه المتعثره. فان شاء الله باذن الواحد احد احنا بدينا هذا المشروع في الامارات العربيه المتحده واستمرينا الى الخليج العربي، وان شاء الله ما اعتقد احنا بنحصل احسن من مصر.